دلوقتي هنشرح الدبل اكتنج سلندر ونبين الفرق بينها وبين السنجل اكتنج سلندر اللي كان في التجارب الاولى. احنا عندنا الدبل اكتنج سلندر بيبقى فيها تو بورد، تمام؟ وانا حالا هعمل تجربه كل زرار يتحكم في مشوار، مثلا الزرار ده يعمل اكستن والزرار الثاني يعمل ريتراكت. شوف التوصيله دي ماشي زي ما كنا بنوصل في الفيديوهات السابقه كده، كل زرار هيديله الباور بتاعه. هاخد الاوتبوت بتاع الزرار الاول نحطه في البورت الاولانية، والاوتبوت بتاع الزرار التاني نحطه في البورت التانية. فهنا عندي عشان اعمل اكستنت لازم اضغط على الزرار ده، والتانية ثابتة لأن في التجارب اللي قبل كده كان عندنا السبرينج هي اللي بترجع والزرار ده هو اللي يرجع. لو عاوزين نضيف حاجة كمان ممكن نستخدم سروت الفالف، بحيث إن احنا نبين وظيفة سروت الفالف ونبين إزاي إن أنا بتحكم في سرعة السلندر. حاجة أفصل الواحد دي وأحطها هنا. واخد الاوتبوت بتاع الثروت الفالف يدخل في الاكسلنت، بتحكم من هنا في سرعه الاكسلنت اللي هتحصل. فانا عندي مثلا هنا هعمل اكسلنت دي سرعته، والريتراكت مش هيبقى فيه اي كنترول فهيرجع بالسرعه. ممكن ازود السرعه، اقلل السرعه اكتر من كده بحيث ان انا اتحكم في السكرو ده، وابدا افتح. عندي هنا اتحكمت في كمية الهواء الخارج فاتحكمت في سرعة السلندر.